السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة في الكهرباء. اليوم سنقوم بتجربة بسيطة جدا، وهي طريقة معرفة تركيب مفتاح سيرتو بريز مثل هذا النوع. أولا، كل ما ستحتاجه هو دوية بها طرف من الخيط على هذا الشكل، وقطعتين من الأسلاك من نوع الأنسنج، أو لك الاختيار، يمكنك اختيار طرف من الدوسنج على حسب المتطلبات، و بورت فيزيبل من نوع حجم صغير لقطع التيار الكهربائي. أولا، ستحتاج قطعة من اللون الأحمر، سنقوم بإدخالها في المفتاح على هذا الشكل. أنا قد قمت بتوضيبها من قبل، فهذه الطريقة ستعجبكم. هكذا، ثم نقوم بالضغط عليها بمفك البراغي أو التورنيفيس على هذا الشكل، ثم نقوم بطي هذا الكيبل وندخله في هذا البلغي الخاص بالبريز. فالشرح بسيط جدا، كل ما يجب عليك هو التركيز والتتبع الخطوات كما تلاحظون على هذا الشكل. ثانيا، نأتي بطرف من قطعة من السلك البارد، وهو ما يعرف بالنتر، على هذا الشكل، وأقوم بإدخاله في المكان المخصص له، وهو مكان البريز. نأخذ طرف من المصباح أو الدوية وأدخله مع اللون الأزرق في نفس المكان على هذا الشكل، ثم أقوم بالضغط عليه بمفك البراغي. على هذا الشكل، بحيث يمكن يعني ربطه جيدا. بقي لنا اللون الأصفر، سندخله في الوسط على هذا الشكل، عفوا، في الطرف، وهو الذي يأتي من المصباح. هذا الخيط يأتينا من المصباح كما تلاحظون على هذه الطريقة. سنقوم الآن عزيزي المشاهد بربط هذه الأسلاك المتبقية، وبلف هذا قليلا. سأقوم عزيزي المشاهد بإدخال النتر في القابض أو الفيزيبل الكهربائي، وهو المكان المخصص له، وهو مكان النتر على هذا الشكل، ثم أقوم بالضغط عليه هكذا على هذا الشكل. بقي طرف واحد، وهو الفاز أو السلك الحار، سأقوم بإدخاله في هذا المكان. هذا المكان هو المخصص للتيار الكهربائي، ثم أقوم بالضغط عليه. فيجب عليك عزيزي المشاهد دائما قطع التيار الكهربائي حتى لا تصاب بصعقة كهربائية لحمايتك. كما تلاحظون، هذه هي الشكل، هذا هو الشكل النهائي، هذا هو الشكل النهائي. قمنا بإدخال طرف خيط بارد في الفيزيبل أو ديجنكتور سوراي على حسب ما هو عندك، وأدخلناه في البرغي الخاص بالبريز هذا الشكل، ثم استخرجنا قطعة أخرى وذهبنا به في إلى المصباح. بقي طرف أصفر، وهو عبارة عن روتور، قمنا بإدخاله في البرغي المخصص بالمفتاح، واستخرجنا قطعة من طرف السلك من البريز، قمنا بتمريره عبر المفتاح، ثم قمنا بتوصيله إلى البورت فيزيبل على هذا الشكل. الآن سنقوم بتجربة. بسم الله على بركة الله، قمنا
سنقوم برفض المصباح بالدوية، ثم نقوم بالتجربة على هذا الشكل، وهذا هو الشكل النهائي. فالطريقة فعالة وسهلة، فقط يجب عليك مشاهدي العزيز تتبع هذه الخطوات، فهي بسيطة للغاية. سنقوم بتجربة البريز، هل فعلا يشتغل أم لا؟ قمت بتوضيب هذه اللارنج من قبل، سأقوم بربطها بالبريز. هذا الشكل، وأقوم بأخذ هذا المصباح بهذا الشكل، وهذا هو الشكل النهائي، والبريز كذلك يعمل طريقة فعالة 100%. إذا إلى هنا نأتي على نهاية هذا الشرح، أتمنى أن ينال إعجابكم، فلا تبخل علينا بزر الاشتراك وسبسكرايب إن أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.